هذا الغريب منيا وأهل راحة وين وأهل راحة وين ما طيب سجن ما وإن الإمامك هذا الغريب منين؟ هذا الغريب منين؟ وأهل راحة وين؟ وين أهل راحة؟ مات بسجن مظلوم، مات بسجن مظلوم يلا نشمي وين أهل راح مات بسجن مظلوم مات بسجن مظلوم ويا ذنب مظلوم ويا ذنب مظلوم عادتي تحضر أولاده وخوته عين يساره وعين يمينه هذا لي وزده ويجبله وذاك لي غم مضل عينه احنا ما عايشة هدنا ميت بالحديد مقيدين أيام من شدة التقييد ينزف دم من القيد ينزف دم باقي الأثر لليوم وبيا ذنب مس بدو أروح لك لا تبخل لا تبخل على إمامك هذا الغريب ها سجن مظلوم ما تبسجن وبيا ذنب إلى الشاعر السيد سعيد الصافي الرميثي عادتي الميت يا شيعة لا سكين ونينة تحضر أولادة وخوتة عين يسارة وعين يمينة هذا لي وسدة ويجبله وذاك لي غمضه
ما شهدنا ميت بالحديد مقيدين عام من شدة التقييد ينزف دماء زف دمام نل باقي الأثر لليوم وبيا ذنب مس وبيا ذنب هذا الغريب من أنها والأهل راحوا وين أهل راحوا ما تبسجن مظلوم ما تبسجن مظلوم طيب يا ويب يا ذنب موسى بن جعفر تميز كاظم الغيب صفاته ولا سجون الطاغي ساعة بدلت سيرة دمعته ولهجت دعائه وقلب خاشيع صلاته للفرج يحسب ليالي وبيل فرج يدري مماته الأشرار ظلمتها ليل نهار ظلمتها ليل نهار مني والشمس محروم وبيا ذنب هذا الغريب من أنها الغريب من أين وين أهل راحوا ما تبسجين ما موسى بن جعفر تميز كاظم الغيب صفاته ولا سجون الطاغي ساعة بدلت سيرة حياته دمعته قلب خاشيع صلاته للفرج يحسب ليالي وبالفرج يدري مماته أيام طامورة الأشرار ظلمتها
ليل عار مني الشمس ما حرم وبيا ذنب ما شاء الله صيح هذا الغريب من ينهى اكتب اسمك بسجل الحجة نهل راحة مات بسجن مظلوم ما سجن مظلوم ويبقى ذنب مسجون ويبقى ذنب مسجون سجن ليل فرج مع قود ظن مرة أعوامي على سجن ليل فرج مع قود ظن شيعت المنتظرة تنشد يا ساعتي السيم عاد اجامها طار شيبة شيرها منا الموعد الجمعة يقيلها شوفتي ما شاء الله ويا ذنب هذا الغريب من ينهى مات بسجن مظلوم ما مرة أعوامي على سجن ليل فرج مع قود ظن شيعت المنتظرة تنشد يا هلي خبرها عنها شيعت ساعتي السم عاد اجاها طار شيبة شيرها منا الموعد الجمعة يقيلها شوفتي الوالي انتهن يا شيء عويل ميعاد قالهم جسر بغداد قالهم جسر بغداد نيل
مشتاق بالمظلوم ويا ذنب. ما شاء الله ما شاء الله بالنشامة. ويا ذنب هذا الغريب من ينهى بسجن مظلوم ما بسجن مظلوم ويا ذنب ويا ذنب طلعت الشيعة تشوف موسى بن جعفر أملها من بعد غيبة طويلة بالسلام يرجع لها وعاينا ولاحت جنازة أربعة تولى وحميلها سمعوا ابن عيل منية ينعوا دموع يهيلها عيام صحا ويناعي شتار وش عين دكيم أخبار وش عندكم أرتن عيب حزن وتحوم ويا ذنب مس ما شاء الله ويب هذا الغريب منين هذا أجرك على الحجة وين أهل را ما تبسجن مظلوم تبسجن مظلوم ويا ذنب مسموم ويا ذنب عجسير نادى المنادي هذا مامي رافضية الطيب ابني الطيب أصلا من صلب حامي الحمية من رحم بضعة محمد فاطمة الزهرة الزكية كانت أطباع السماحة والحليم عند سجية أيام لأشيب سجين هارون قضل عمر مسجون قضل عمر مسجون بلا عين وكبد معلوم وبيا ذنب ما شاء الله يا ويب هذا الغريب من ينهى الغريب من ينهى
سجن مظلوم ماتي بسجن ساعتي الشخص طبيبة سام غدور وبتبدا صعبة يا خلق أردن أنا عاشم أخوة ما عنده وقرابة يلي تسأل خيرة الله على البرية نزل عليهم كتاب أيام من آيات هر الأصلام من أشرف الأنساب من أشرف الأنساب تقوى وفخر وعلوم وبيا ذنب وبيا ذنب هذا الغريب من ينهى سجن مظلوم سجن مظلوم وبيعذب المسجون ساعتي الشخص طبيب سام غدر يا خلق أردن أنا عايشي أخوة ما عنده وقرابة يلي تسأل هذا أهل بالمدينة للنجابة يلي تسأل خيرة الله على البرية نزل عليهم كتاب آيام من أطهر الأصلاب من أشرف الأنساب من أشرف الأنساب تقوى وفخر وعلوم وبيا ذنب مسجون يلي تسأل شين ذنب كاظم بسجن الخليفة البايعة وجد الصمد باع سود مو نظيفة للظلم وضعا وأساسة من عهد يومي سقيفة فاطمة
كسرى ضليعها بضعتي لها دي الشريفه.